تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف الهيكل المسلح لعناصر حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وتحديد مسؤوليتها والقائمين على عمليات التجنيد والتدريب والتمويل، وكذلك تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف مقدرات الدولة، ومن بينها حادث استهداف القول الأمني بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة خلال الشهر الجاري الذي أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة. اسمي محمد مصطفى محمد سالم، مواليد 21/8/94، طالب في كلية تجارة جامعة حلوان. نشأت في أسرة إخوانية، كان والدي أيام مرسي مسك الأمين العام للحزب في مصر الجديدة. شاركت في اعتصام 4، وبعد الاعتصام شاركت مع شباب الإخوان في حرق بوكسات الكهرباء وبوكسات الشرطة. بعد كده اتعرفت على واحد اسمه محمد عبده، اسمه الحركي أبو صلاح، هو اللي قال لي إن احنا بتكليف من محمد كمال هنستهدف الضباط والكل الأمني. بعد كده عرفني، ضمني على مجموعة شباب اللي هم بعد كده بقى اسمهم حسم، كان من ضمنهم مؤمن الحمراوي حركي سيف، ومؤمن الحمراوي حركي فارس، وأحمد عبد الناصر عبد الله حركي وليد، وأحمد عمر سويلم حركي يوسف. بعد كده نفذنا عملية بهتيم، ودي اللي شاركت ان انا جهزت فيها العربيات اللي نفذت بيها العملية. وبعدين في شهر 4 جالي تكليف ان احنا ننزل نرصد كل امني في مدينة نصر، كل كان بيعدي من شارع الورش. نزلت رصدت انا ووليد وسيف، بتاع ده رصدنا كل امني على قهوتين وكشك. بعد كده بعد ما رصدناه اسبوعين قبل التنفيذ بأسبوع، تكلفوني إن أنا أجهز عربيتين، عربية كانت أوبترا بيضة وعربية إلنترا زرقاء، فيمتهم وغيرت لونهم باستيكرات وخليتهم كلهم لونهم أسود في أسود، ورشيت الجنوط وفيمت الفوانيس. وبعد كده اتجمعنا يوم التنفيذ عند حديقة بدر، وكان معانا العربيتين ومعانا عربية تالتة كشاف هونداي أكسنت فضي. الكشاف اتحرك قدامنا لحد مدينة نصر عشان يكشفنا الطريق لو في كمين أو حاجة. اتقابلنا بعد كده هناك في الحي العاشر في الورش، احنا وقفنا في شارع جانبي لحد ما الكشاف قال لنا ان الكول جه. وأول ما الكول جه وثبت في المكان بتاع ده، الكشاف كلمنا واتحركنا عليه. وقفت أنا أول عربية جنب أول بوكس، وتاني عربية وقفت جنب تاني بوكس. كان جنبي منصور اتعامل من الشباك، وراه سيف اتعامل من الشباك، ومهاب نزل من العربية اتعامل مع الكول وهو واقف على رجليه. وفي العربية التانية كان فيها قاسم، وكان فيها شاكر، وكان فيها واحد أول مرة أشوفه، وكان فيها وليد. اتعاملوا هما كمان مع البوكس التاني. وبعدين بعد ما خلصنا انسحبنا، خدنا نفس الطريق لحد أخو، وبعدين خدنا المقابر من عند من مسجد السلام، ومن هناك خدنا في شوارع جانبية لحد ما طلعنا على مصطفى النحاس، ومن مصطفى النحاس على شارع الطاقة، ومن شارع الطاقة على طريق النصر، ومن طريق النصر على أوتوستراد شيراتون، ومن شيراتون على الجراج، وبعدين على حديقة بدر تاني.